الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم في تفسير الآيتين 14 بعد 100 و15 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. لا يوجد في الآيتين أوجه تتعلق بالمعنى بالنسبة للقراءات. وأما المناسبة فقال البقاعي رحمه الله: لما اشتركت جميع هذه الفرق في الظلم، وزاد الجهلة منع حزب الله من عمارة المسجد الحرام بما يرضيه من القول والفعل، فازدادوا بذلك ظلما آخر. وكان من منع مسجدا واحدا لكونه مسجدا مانعا لجميع المساجد، قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله الآية. ولما أفهمت الآية أنه حصل لأولياء الله منع من عمارة بيت الله بذكره، وكان الله قد من على هذه الأمة بأن جعل الأرض كلها لها مسجدا، سل المؤمنين بأنهم أينما صلوا بقصد عبادته لقيهم ثوابه. أما لغويات الآية فقوله مساجد جمع مسجد، وهو مفعل لموضع السجود، وهو أخفض محط القائم. سعى، السعي هو الإسراع في الأمر حسا ومعنى. خرابها، الخراب ذهاب العمارة، والعمارة إحياء المكان وإشغاله بما وضع له. ولله المشرق والمغرب، أي الناحيتان المعلومتان المجاورتان لنقطة تطلع منها الشمس وتغرب. وكنا بمالكيتهما عن مالكية كل الأرض. وقال بعضهم: إذا كانت الأرض كروية يكون كل مشرق بالنسبة مغربا بالنسبة، والأرض كلها كذلك، فلا حاجة إلى التزام الكناية. قوله: فأينما تولوا، أي تستقبلوا. فإن ولى هنا فعل لازم بمعنى تولى واستقبل، وقرئ: ولكل وجهة هو موليها وهو مولاها. وهذا كما يقال: وجه وتوجه، وقدم وتقدم. وثم اسم إشارة للمكان البعيد خاصة، مبني على الفتح، ولا يتصرف فيه بغير من. وقد وهم من أعربه مفعولا به في قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما. والوجه الجهة، كالوزن والزنة، واختصاص الإضافة باعتبار كونها مأمورا بها وفيها رضاه سبحانه. وإلى هذا ذهب الحسن ومقاتل ومجاهد وقتاده. وقيل: الوجه بمعنى الذات، مثله في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، إلا أنه جعل هنا كناية عن علمه واطلاعه بما يفعل هناك. وقال أبو منصور: معناه الجاه، ويؤول إلى الجلال والعظمة. فقوله: فثم وجه الله، أي فثم جهته التي يصلى إليها، يوضح ذلك أن المصلي مقصوده التوجه إلى ربه تعالى. فكان من المناسب أن يبين له أنه إلى أي الجهات صلى، فإنه متوجه إلى ربه سبحانه.
الآثار في الآيتين. روى ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وعن ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة، حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم، وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالح قال: ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد إلا وهم خائفون. وعن قتادة في قوله: لهم في الدنيا خزي، قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه عن بسر بن أرطاة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. وعن ابن عباس في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال: هم النصارى. وعن مجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وعن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، قال: هو بخت نصر وأصحابه، خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال السدي: هم الروم، كانوا قد ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه، وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري. وعن قتادة قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وعن كعب الأحبار قال: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الآية. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه، وقد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وفي قوله: لهم في الدنيا خزي، قال: أما خزيهم في الدنيا فإنه إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم، فذلك الخزي. وكذا عن عكرمة ووائل بن داود: الخزي في الدنيا بخروج المهدي. وقال قتادة: أداء الجزية عن يد وهم صاغرون. أما قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، الآية. فروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ، وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله إلى البيت العتيق فقال: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك.
وأخرج ابن جرير والبيهقي والنحاس في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: كان الناس يصلون قبل بيت المقدس، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على رأس 18 شهرا من مهاجره، وكان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يؤمر به، فنسختها قبل الكعبة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه والطبراني والبيهقي في سننه وابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به. ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال ابن عمر: في هذا نزلت هذه الآية. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: أنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق تطوعا. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قبل المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت الناقة. وأخرج أبو داود والطيالسي وعبد بن حميد والترمذي، قال السيوطي وضعفه، وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم والعقيلي وضعفه، والدارقطني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله، لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة. فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فقال: مضت صلاتكم. وفي إسناده أبو الربيع السمان واسمه أشعث ابن سعيد البصري، قال ابن كثير وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك.
ولا نعرفه إلا من حديث الأشعث السمان، وأشعث يضعف في الحديث. قال ابن كثير: وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك، والله أعلم. وأخرج الدارقطني وابن مردويه والبيهقي عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة، هي ها هنا قبل الشمال. فصلوا وخطوا خطوطا، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية: فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. قال الدارقطني: كذا قال عن محمد بن سالم، وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العزرمي، أي في هذا الإسناد عن عطاء، وهما ضعيفان. وأخرج ابن مردوية من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة، فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال السيوطي: سنده ضعيف. قال ابن كثير: وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضا. وعن عطاء أن قوما عميت عليهم القبلة، فصلى كل إنسان منهم إلى ناحية، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزل الله: فأينما تولوا فثم وجه الله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم. قال: فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة: فقالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الأثر في وفاة النجاشي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال: لما نزلت: ادعوني أستجب لكم. قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآثار كلها في سبب نزول الآية، والصحيح هو أول الآثار المروي عن ابن عباس، فهو صريح في نزولها وإسناده صحيح. أما غيره فليس صريحا في سبب النزول، أو إسناده فيه ضعف. وعن ابن عباس قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها، الكعبة. وعنه قال: فثم وجه الله، قال: قبلة الله، فأينما كنتم في شرق أو غرب فاستقبلوها. وعن قتادة في هذه الآية قال: هي منسوخة، نسخها قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاءه. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن مردوية وغيره من طريق أبي معشر بلفظ: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق. وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. وروى ابن مردوية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة.
ورواه الدارقطني والبيهقي، وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر قوله. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مثله. قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس. وعن عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قبل البيت. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. أما أقوال المفسرين في الآيتين فقال ابن كثير اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين، فذكر بعض الآثار المتقدمة ثم قال اختار ابن جرير القول الأول، واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قال والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد، وروي عن ابن عباس لأن النصارى إذ منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليها من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآية. وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا عن أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول الحرم، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها. ولهم في الآخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر الآية ببيت المقدس فقال ابن كثير: هذا لا ينفى أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم، والله أعلم. قلت: سبب النزول جاء صريحا عن ابن عباس، وهو المناسب لحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والموافق للآية التالية، وهي ألصق بالمسلمين. وأما كون الآية جاءت في سياق آيات الذم لأهل الكتاب فلا يرجح ذلك نزولها في موضوع بيت المقدس، إلا على سبيل اعتبار دخول ترتيب النظم في مسمى سبب النزول كما هو معروف في علوم القرآن، وباعتبار ذلك يكون ذكر قصة بختنصر في هذه الآية وجيها، والله أعلم. وبعد أن ذكر ابن كثير ما جاء في الروايات في تفسير الخزي قال: والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، ثم ذكر الحديث الوارد في الاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وهو ما رواه أحمد عن بسر بن أرطاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. قال: وهذا حديث حسن. أما قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، قال ابن كثير: وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال ابن جرير وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية. قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف.
قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها، فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله: لي المشارق والمغارب، فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهي قبلتكم، فيعلمكم بذلك أن صلاتكم باضية. قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي. قال ابن كثير: وهذا غريب والله أعلم. قال ابن جرير: ويحتمل: فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. قال ابن جرير: ويعني بقوله: إن الله واسع عليم، يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال. وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم، ما يغيب عنه منها شيء ولا تعزب عن علمه، بل هو بجميعها عليم. والمعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس فقد جعلت لكم الأرض مسجدا، فصلوا في أي موضع شئتم من بقاعها، وافعل التولية فيها، فإن التولية ممكنة في كل مكان. إن الله واسع الرحمة، يريد التوسعة على عباده والتيسير عليهم، عليم بما في أحكامه من الحكم والفوائد. المعنى الإجمالي: يذكر سبحانه وتعالى أنه لا أحد بلغ في الظلم منزلة الذي يجتهد ويحرص على المنع من إعمار مساجد الله تعالى بما أمر فيها من الذكر والصلاة والدعاء، مما يحيلها خرابا لا فائدة منها، كما فعلت قريش حين منعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بيت الله الحرام، وكما فعل من قبلهم من العتاة والمجرمين أمثال بختنصر ومن عاونه في تخريب بيت المقدس. وقد توعد الله تعالى من يفعل ذلك بالذلة والمهانة في الدنيا من خوف ورهبة إذا دخلوا هذه البيوت بعد تمكين الله للمؤمنين من ضرب الجزية عليهم صاغرين أذلاء، مع ما ينتظرهم من العذاب العظيم يوم القيامة على كفرهم وشركهم بالله. وطمأن الله سبحانه عباده المؤمنين بأنه له الأرض بما فيها مشارقها ومغاربها لا يعزب عنه شيء، فصلتهم به لا يحول بينهم وبينها مكان، ففي أي مكان صلوا إليه ورغبوا إليه ووجهوا وجوههم إليه فهو معهم قريب منهم، كل جهة يتوجهون إليها قبلة إليه، فسواء صلوا إلى الكعبة أو إلى غيرها فهو واسع يسعهم بخيره وفضله، عليم بكل ما يفعلونه ويتقربون به إليه وما ينفعهم من الفوائد والحكم التي في أحكامه سبحانه وتعالى. مسائل الآيات: الأولى قوله: ومن أظلم. من مبتدأ وخبره أظلم، وهو أفعل تفضيل، ولا يراد بالاستفهام حقيقته، وإنما هو بمعنى النفي، فمعناه لا أحد أظلم من ذلك. واستشكل بأن هذا التركيب قد تكرر في القرآن، مثل: من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، إلى غير ذلك. فإذا كان المعنى على هذا لزم التناقض، وأجيب بالتخصيص، إما بما يفهم من نفس الصلات أو بالنسبة إلى من جاء بعد من ذلك النوع. وقال بعضهم: لا يدل على نفي التسوية في الأظلمية، وقصار ما يفهم من الآيات أظلمية أولئك المذكورين فيها ممن عداهم، كما أنك إذا قلت: لا أحد أفقه من زيد وعمر وخالد، لا يدل على أكثر من نفي أن يكون أحد أفقه منهم، وأما أن يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر فلا. وقال غير واحد: إن قولك من أظلم ممن فعل كذا إنكار لأن يكون أحد أظلم منه أو مساويا له، وإن لم يكن سبك التركيب متعرضا لإنكار المساواة ونفيها. وقال الألوسي: إن جعلت ذلك الكلام خرج مخرج المبالغة في التهديد والزجر مع قطع النظر عن نفي المساواة أو الزيادة في نفس الأمر زال الإشكال. المسألة الثانية: اختلف العلماء في دخول الكفار المسجد، فجوزه أبو حنيفة مطلقا للآية، فإنها تفيد دخولهم بخشية وخشوع،
ولأن وفد ثقيف قدموا عليه عليه الصلاة والسلام فأنزلهم المسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن. والنهي محمول على التنزيه أو الدخول للحرم بقصد الحج، ومنعه مالك مطلقا لقوله تعالى: إنما المشركون نجس، والمساجد يجب تطهيرها من النجاسات، وجوزه لحاجة. وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره، وقال: الحديث منسوخ بالآية، وتفصيل ذلك في محله. الثالثة، قال ابن جرير أثناء شرحه للآية: لأن الله له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فتعقبه ابن كثير بقوله: هكذا قال، وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قلت: لا شك أن ابن جرير ما أراد إلا ما بينه ابن كثير، وقد تعقب الشيخ أحمد شاكر الحافظ في ذلك، وقال: الذي قاله ابن كثير هو عقيدة أبي جعفر رحمه الله، وقد بين ذلك في تفسير سورة المجادلة، فلا معنى لتشكيك ابن كثير في كلام إمام ضابط من أئمة أهل الحق، إلى آخر كلامه رحمه الله، ورحم الله الجميع. وقد علم بالفطرة والشرع أن الرب فوق خلقه ومحيط به، ودل ذلك على أن من استقبل شيئا من المشرق أو المغرب فإنه متوجه إلى ربه، والله قبل وجهه، أي إلى أي جهة صلى، لأنه فوق ذلك كله ومحيط بذلك كله، والله سبحانه أعلم. والمسألة مبسوطة في كتب العقيدة. الرابعة، بالنسبة للتطوع على الراحلة، لم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوي أي البعيد، فالجميع عنده يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعة. واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري التطوع على الدابة في مصر، وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا. الخامسة، بالنسبة لإعادة الصلاة لمن تبين خطأه، ففيها قولان للعلماء، وقد بين ابن كثير أنه ما تقدم من روايات في الآثار يدلل على عدم القضاء، والله أعلم. المسألة السادسة، بالنسبة للنجاشي، قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة، وذكر القرطبي أن النبي عليه السلام لما مات النجاشي صلى عليه، فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب، قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: أحدها أنه عليه السلام شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض، الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه، واختاره ابن العربي. قال القرطبي: ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا: لعلهم لم تكن عندهم شرعية الصلاة على الميت، وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه السلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.